شهدت محافظة الدقهلية افتتاح معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%، حيث بلغ عدد المعارض بالمحافظة 21 معرضا تضم السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 30% عن سعر السوق الخارجي، فضلا عن توفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، منها 4 سيارات بمدينة المنصورة. من هنا الاسعار متناوله وجميله ورخيصه، وباجي هنا على طول اخد السكر اهو مكتوب عليه 27. كل السلع التموينيه موجوده، زيت سكر دقيق كل حاجه موجوده ما شاء الله. الاسعار احسن من بره بكتير،